انا خويا راجي من العمل ديالي البارح مع ديك 9:30 جيت عاد خويا ريحت معاه شويه، هبطت باغا نجيب الكارو من الحانوت، مشيت خديت الكارو مشيت مع مرت خويا لدارهم باغا تجيب واحد العيبه كفتر خويا نطيبوها ليه، جاي انا ومرت السيد تخرج ليا بجوج جناوه، قال لي بقيتي ليا نتايا، قلت له خويا اش بيني وبينك ضربني طحت، هاد السيد هذا راه معدله بزاف فهاد الزنقه، انا جامع راسي بخير شبعوني حبس هاد الناس وتشبت وباغا نجمع راسي وخدام وبخير، ما كنشفر ما كنبزنس ما كندير والو، كنمشي للحبسه على الباطل جماناتيف على الباطل على القرع، انا هاد الناس خذوا لي حقي ديروا معايا شي تشاوين، هاد السيد هذا غيضيعني وغيضيع لي والديا، وقع هادشي هنايا فهاد الزنقه الناس كاملين كيشوفوا، هاد البلاصه دوار خربوش الراويين اللقب درت المستخري ضربني الدب، هادشي انا ما فهمتش، انا ما عندي معاه حتى شي عداوه، عندي معاه مشكل شحال هادي في 2017 ضربني ضربه صغيره سامحنا قلنا ما كاين والو، ضرب هو الحبس خرج ضربت انا الحبس خرجنا بحال اللي ما كاين والو، السيد مغيلف من شي حاجه حنا ما بيناتنا والو، انا ما عارف والو، السيد ما محاك انا وياه ما والو، الثقه ضربني يا خويا قلت ما عنديش المشكل، البارح جي ليا ضربني داخل هنايا داخل امي داخل مرت خويا ولادها كاين حتى بالباب بالسدادر، ها ما خرجش قدامك، السيد جيب لي 5 وهو دربنا كابر معانا كنعقل عليه في زيادته، اما العناصر عليه كيحترمونا وكنحترمو عليهم بزاف ديال الدراري هما بخير وكيحترمونا وكيحترموا ولاد الدرب، عمرنا تعادينا مع شي واحد، وعمري كامل مشيت للحبس عمرني مشيت من هاد الزنقه وعمرني ضربت شي ولد المراه في هاد الزنقه هادي، باش ما نمشيش نضرب الحبس ونخرج نلقى ولد دربنا مضروب ونشوف فيه واحد الشوفه خايبه، هاد السيد هذا خذوا لي حقي المخزني ياخذ لي حقي، وانا دعيت والله وهاد الناس هادو راه شبعوني حبس، انا راه بارك عليا عذبت من الله يجعل البركه، خذوا لي حقي سيادي خذوا لنا حقنا من هاد الناس، ضرب راجلي نهار الخميس مع الليل خلاه كامل دمايات قدام الدار تا واحد ما قد يفوق خلاه كلشي كيتفرج تا واحد ما قد يفوق، والبارح ضرب لوسي وهجم علينا ب5 تاع الناس هجموا علينا للدار فين كاريه هجموا علينا سيدي بركو دخلوا ما كالينا غير بالسدادر، انتم كما تشوفوا الحاله كي دايره كاع ما عندك تقول هذه 3 خايفين عايشين في الرعب، دابا مولات الدار جات قالت لك خوي وليا وانا ما عنديش باش غنخوي ما عنديش، الله يرحم لكم الوالدين لما خذوا لنا حقنا، الله يرحم لكم الوالدين لما خذوا لنا حقنا، راه عيله راه حشومه هادشي اللي كيديروا فيه، راه حشومه و5 الناس داخلين علينا في جناوه ضخمه من الشرج تاع السيده، حشومه هادشي الله يرحم لكم الوالدين لما خذوا حقنا، السلطه الله يرحم لكم الوالدين لما خذوا لنا حقنا، عاد الملك لما خذوا لنا حقنا حنا ضايعين، انا ضايعين بزاف لما خذوا لنا حقنا حنا ضايعين، هذا لا 3 الاولاد وبالك لو دخلنا السوق روسنا ناخذوا لنا حقنا، الله يرحم لكم الوالدين.